إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. إذا هذا الشيء خطير وخطير وخطير جدا ما يقع بالناظور. إذا واحد مول الدار ولادو تهجموا على الزوج والزوجة واللي عندهم جوج أطفال، رجعوهم كلهم دمايات وعندهم شهادة طبية وعندهم بما يفيد. يعني خطير هذا الشيء هذا. وطبعا هذا الزوج هذا كيطالب من الامن والحموشي باش باش يوقف معاه، لانه ما تعرض له بالامس كان شيئا خطيرا خطيرا جدا ما تعرض له. يعني رجعوا كل دمايات. اذا كما كتشوفوا حتى الضربه راه باقيه كاينه. ياك تنتيا الاخت تنتيا تنتيا وسكانير عندكم شهاده طبيه ياك كل شيء. يعني شنو وقع لكم بالضبط؟ حكي لخوتك المغاربه والناس ديال قناه شوف تيفي، انت الان على المباشر على قناه شوف تيفي، احكي لخوتك المغاربه شنو وقع لك، شنو وقع لك بالضبط بالامس؟ تفضل الحكايه من الاول حتى الاخر. تفضل. السلام عليكم. خوتي المغاربه، انا يوم ثاني عيد جاء عندي مول السكنه اللي كاري عنده. واها بلاصه الا يعني كاري عنده. كاري عنده اللي كاري عنده سيدي، جاء عندي قال لي واش غادي تعطيني المستحقات تاع الكيره؟ انا كاري عنده ب 800 درهم. كسال لي شهرين. سيدي قال لي واش تعطيني؟ قلت له واش تصبر؟ انت كاري عنده؟ ربع سنين ونص. ربع سنين ونص. قلت له واش تصبر بما عندي الزوجه تاعي غادي تخدم ونعطيك واحد النصيب. قال لك لا انا بغيت دابا فلوسي ولا تخوي وليا. دابا ولا تخوي وليا. قلت له انا ما كيفاش غادي نخوي لك؟ قال لك غادي تخوي وليا دابا. ملي قلت له كيفاش غادي نخوي؟ قلت له دير القانون دير القانون. قال لك لا انا غادي ندير القانون بيدي. طلع الفوق طلع الفوق اسيدي. ملي طلع الفوق عيط لولادو. انا كنت مشيت ضربت واحد الدويره، قلت له نعش الشيطان نضرب واحد الدويره. ملي جيت لقيت الاولاد تاعو الزوجه تاعو كيقذفوا كيشتموا الزوجه ديالي بالفاظ سوقيه. هو الاخر الزوجه تاعو كتقول الزوجه تاعي الخنزه تاع الفونتيرا. خنزة الفونتيرا. ولادو كيعايروها بكلام ما يسواش. هو كذلك. مهم انا جيت ندافع على نفسي. ملي جيت ندافع على نفسي ينوض الولد نتاعو الاكبر يجمعني بنص. ملي يجمعني بنص ما مهم عاود جا الاب ديالو هبط عليا بخشبه، الولد بحجره. المهم انا ما بقيت عاقل على والو. ملي بقاو يضربوا فيا انا ما بقيت عاقل على والو. تفقت انا سيدي لقيت راسي في المستشفى الحسني. ايوا من تما ديت الاجراءات ديالي الامن، وانا كنطالب الامن انه ياخذ لي الحق ديالي والحموشي. ومهم تعدى عليا تعدى عليا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ضربني على مستوى الراس والكتف وعلى الرجل، وهنا الرجل وهذا الرجل. مهم. واليوم تقدمت كنت درت شكايه السلطات الاخر، واليوم تقدمت لهم الامن تقدمت للامن بالشهاده الطبيه والصور اللي كت والسكانر اللي كتثبت مده العجز تاعي. وانا كنطالب هذا السكانر ديالي الشهاده الطبيه. كاين عند الامن. وهي الزوجه تاعي عاودت هي تعاود لكم المعاناه اللي حتى هي في نص اليوم. لا 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 انت الان على المباشر على قناه شوف تيفي. يعني شنو وقع لكم بالامس؟ يعني ثاني عيد ثاني عيد كما تقولوا بانه وحتى البارحه قال لكم المشكل ياك. والبارح جا باش جاو السلطه البارح جات البارح جا قال لي غادي نخرجك بالقوه. قال لي يعني قال لك ندير شرعي يديه بحال هكا. ندير شرعي يديه. قال لك قلت له دير حدي القانون. قال لك انا ندير القانون بيدي. قال لك ندير القانون بيدي. والحمد لله بلادنا فيها القانون. يعني هذا الشيء خطير جدا. يعني كما كتسمعوا على لسان الزوج هذا قال بانه جا مول الدار قال لي انا ما غاديش نمشي ندير القانون، غندير القانون بيديا. البلاد راه ما فيهاش سيبه. البلاد راه كاينه مؤسسات، فيها مؤسسات امنيه، كاين الامن، كاين الدرك، وكاين البلاد راه فيها مؤسسات. ماشي غيجي اي واحد غيدير شرع يده. راه هذه ماشي السيبه، احنا في بلاد المؤسسات.
في بلاد الحق والقانون. تفضلي لالا تفضلي. كما قلت لك نهار الجمعه ثاني عيد كان عندنا مشكل، جا عندنا مول الدار كيقول لك عطوني فلوس الكرا ولا خو عليا في 24 ساعه. كنقول له صبر عليا غير 15 يوم على ما نتخلص غادي نكمل لك الكرا ديالك. كانت عنده شهرين تقريبا ما كاملش عاد، حنا وصلناها له شهرين. قال لك اسيدي خصك تخرج لي من الدار ديالي الا ما عندكش فلوسك اليوم. ايوا صافي بقاو كيسبوا تمايا، جا ولادو جات مراتو دابزو مع راجلي ضربوه تكرفسوا عليه مشى للطبيب. المهم هذا الشيء اللي عطى الله. شنو وقع لك انت بالضبط؟ انا سرفقني ولدو. اها واه. ومني مشيت كان داف بلا حيا بلا حشمه في الزنقه، مني مشيت كان حامي على راجلي كنقول له علاش ضربتيه؟ صرفقني قال لي با الا ما بعدتيش عليه حتى انت غادي نهبط عليك بحالك بحال راجلك. yeah. وولادي صغار راه والله العظيم الا راه هذا عايش بلا الدواء ديالو دابا قطع عليا الضو قطع عليا الماء، راه حنا في واحد الحاله لا يرثى لها بالشمع. ولادي كيقراو yeah. والضو انا اللي كنخلصو والماء راه قاتعو علينا، راه ما عندناش موده هادي مراته هو كان مسافر دابا منين جا دار المشكل مع راجلي. وبزاف ديال الحوايج راه هما تمايا يعني الا مشيتو للدار غيبان كلشي. السلام عليكم. كنطلب يعني الحقوق ديالي يعني الان. الرساله ديالك للامن ولا للسي الحموشي من هذا المنبر هذا، انت الان على المباشر على قناه شوف تي في، شنو هي الرساله اللي كتوجهي ليه؟ الحق ديالي وديال ولادي 4 سنين ونص وانا كنخلص له الكرا، ماشي نهار ماشي جوج، يعني في شهرين جدر لي الشهل انا لولادي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي. شنو هي الرساله اللي كتوجهي ليها اللي باغي توجهيها؟ بغيت الحق ديالي للسي الحموشي. الحق ديالي وديال ولادي صافي، هذا الشيء اللي بغيت الله يجازيكم بخير. كطالبوا الامن؟ الامن الامن انا كنطالب الامن يرجع لي الضوء. انا كنطالب نطالب الامن انه الحمايه ديالنا ونطالب الامن انه يرجع لي الضوء والماء ديالي سيدي. وانا انا انا لانه هاد السيد يتعاهد انت هاد السيد يعطيني اتساع، يعطيني اتساع ياك عليك. الحمد لله ان البلاد فيها الامن. كون ضراتو شي حاجه النهار الاول يمشي للامن يشكي. انا متضرر من هذا الكاري اسيدي، بغيت يخوي لي داري. كاين القانون الحمد لله، دوله فيها قانون، ماشي احنا دوله الغابه واحد ياكل واحد. الحمد لله الحمد لله الدوله نتاعنا فيها الامن وفيها القانون. واش غادي نقول لك؟ عاش الملك والصلاه على النبي. لأن الرسالة ديالك كرسالة أخيرة للأمن والسي الحموشي، شنو كتبغي تقول لهم هذا المنبر هذا؟ أنا بغيت أسيدي ياخذوا لي حقي من هذا السيد. أنا بغيت ياخذوا لي حقي. راني لاضو. لا بغيتي تجيو تشوفوا المعاناة، راني لاضو لا ما راني في واحد الحالة يرثى لها. وأنا حاليا راني دروكي ثلاث أيام ما تناولتش الدواء ديالي. ثلاث ايام ما درتش الدواء ديالي، انا ديابيتيك ما كناكلش الدواء ديالي لانه قطع لي الدواء، قطع لي الضوء وخسر لي الدواء لانني كنت بايت ليله وانا بايت في السبيطار. ملي جيت لقيته صافي هذاك الدواء خسر لانه كتفوت عليه دوز ساعتين كيمشي هذاك الدواء. واش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، كما كتشاهدوا هادو زوج ديال الازواج، الزوج والزوجه، وعندهم جوج ديال الاطفال كانوا كاريين عند واحد مول الدار المده ديال 4 سنين ونص وما خلصوه الشهرين. ومول الدار اولادو تهجموا عليهم وضربوهم ويعني ورجعهم كلهم ادميات وعندهم بما يثبت ذلك، عندهم الاسكانير وشواهد طبيه طبعا. وكيطالبوا من الامن ومن السي الحموشي بالتدخل العاجل باش يحميهم لانهم دائما كيتعرضوا للضرب والسب والشتم من طرف هاد الناس هادو عند من كارين. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، وصلنا نهايه البث المباشر هنا من مدينه الناظور. الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.